هلا عنا درس الرياضيات ترتيب الاعداد. ترتيب الاعداد في عنا الاعداد كيف بنرتبها؟ في عنا هذا الرقم 6379، 6379. اذا حطيت لكم رقم عشوائي 9736، في عنا التصاعدي والتنازلي. التصاعدي هو من الأصغر إلى الأكبر، التنازلي من الأكبر إلى الأصغر. كيف يعني؟ هلأ أي العدد الكبير هون بالأعداد؟ أي عدد كبير من الأعداد يا مجد؟ أي عدد كبير من الأعداد؟ تسعة. أحسنت. أي عدد كبير يلي بعد التسعة شو بيصير؟ سبعة. سبعة. وبعدين؟ ستة. من الأصغر إلى الأكبر، أي أصغر عدد بهالأرقام؟ ثلاث. أحسنتم، ثلاث العدد الأصغر. بعدها شو بيجي؟ ستة. بعدها سبعة. وبعدها تسعة. إذا في عنا هذا الدرج يلي هلا إذا قلت لكم أنا رتبوا لي الأعداد تصاعديا، إذا تصاعديا من الأصغر من الأصغر إلى الأكبر، والتنازلي من الأكبر إلى الأصغر. أحسنتم. هلا في عنا هذا العدد، حطينا التنازلي، نبدأ من هون 9 7 6 3، التصاعدي 3 6 7 9، يعني بديناها. في عنا وكمان اللي بترقموا الارقام احسن ترقموها مشان يبين انه هذا العدد الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هي التنازلي. بديناها من 9. هلا التصاعدي نبدا 1 1 2 3 4. اذا شو بنقول؟ التنازلي من الاكبر التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. أحسنتم. خلاص.